حضرة السيدات والسادة، نشع الآن في بسط الأسئلة الشفهية المدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع المكلف بالنقل. هناك تمرير الأسئلة. السؤال عن التدابير المتخذة لتقليص والوقاية من حوادث السير للسيدات والسادة النواب المحترمين فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد السادة النواب. مشكورا. السيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. سيدات والسادة النواب المحترمون، سيد الوزير المحترم، نسائلكم سيد الوزير عن التدابير الوقائية والرضية التي اتخذتها وزارتكم لتفعيل وتنزيل مقتضيات مدونة السير الجديدة، علما أن حوادث السير لا زالت في ارتفاع مهول وطرقنا ما زالت على حالها بل الأسوأ، خصوصا مع قدوم فصل الشتاء، وذلك للحد من نزيف حرب الطرقات الوطنية وتقليل حجم الخسائر البشرية والمادية. شكرا. شكرا السيدة النائبة. السيد الوزير. السيدة النائبة المحترمة، الحكومة في إطار ما تفضلت به عندها استراتيجية وطنية اللي هي استراتيجية عشرية اللي تتمشي ب 2017-2026، وهذه الاستراتيجية فيها أكثر من 310 ديال الإجراءات واللي مقسمة إلى محاور خمسة رئيسية ومحددة وموجهة إلى خمس فئات اللي تتعاني من الطرقات ومن الحوادث ديال السير. لا يسع المجال أننا نتحدث عليها، لكن أنا مستعد نجيو للجنة ونتذكروا في هذا الشيء. النتيجة هو أنه عكس ما يسوق له لا في الوسائل الإعلام ولا في الواقع، يظهر على أنه الإحصائيات اللي عندنا الرسمية اليوم تتبين على أنه نتراجع في عدد القتلى على الصعيد الوطني خلال الخمس سنوات الأخيرة، وفي هذه العشر شهور الأولى ديال 2017 نحن ناقص 1.7 من عدد القتلى. شكرا. شكرا سيد. تعقيب السيدة النائبة. شكرا سيد الوزير. جميل أن تتوفر بلادنا على الترسانة، هذه الترسانة القانونية كما جاء على لسانكم سيد الوزير. سيد الوزير، كانت هناك استراتيجية وطنية أولى ولم تجدوا ولم تنحوا المقصود منها، ونحن الآن كما قلتم في استراتيجية وطنية ثانية. مشكل سيد الوزير ليست في تصدير قوانين وإنما في تطبيقها، وهذا هو بيت القصيد. ما نريده هو إيجاد آلية فعالة لتطبيق هذه المقتضيات، آلية لتحديد وتوحيد من سيراقب ومن سيعاقب، من سيراقب من ومن سيعاقب من، آلية تحد من قتل أزيد من 3000 مغربي كل سنة، والإحصائيات والأرقام المهولة تعرفونها بخصوص عدد الحوادث والجرحى والقتلى، وتخلف آلاف المآسي الأسرية والاجتماعية فضلا عن التكاليف المالية والاقتصادية. سيد الوزير، نسائلكم ماذا عملت الحكومة بخصوص البنية التحتية الطرقية من تجهيز للطرق وتوسيعها، وأيضا الحالة الميكانيكية للعربات، زد على ذلك غيابات الإشارات. شكرا. شكرا سيد النائبة. هل هناك تعقيب إضافي؟ سيد الوزير في بعد ثواني. شكرا. القول بان سيد النائب ان الاستراتيجيه ديال العشريه الاولى 2003-2013 ما عطاتش نتيجه، هذا قول مردود عليه، لانه النتائج تؤشر، اقول النتائج والارقام اللي من منظمه الاويمس العالميه للصحه والسين باك ديالنا اللجنه الوطنيه تؤشر على ان الاستراتيجيه كانت عندها اهداف وحققت الجزء الكبير منها، وهذه الاستراتيجيه ديال اليوم هي تنكملوا بها في اطار الاستمراريه على اساس اننا نوصلوا للاهداف الرئيسيه والحقيقيه. تكلمتي على الكنترول التقني، على المراقبه التقنيه، نحن نشتغل عليه في اطار منظومه جديده وعقد برنامج مع المهنيين اللي نحن غنفعلوه، والاطار الثاني ديال الحاله ديال الارض. السؤال الثاني حول النقل غير المنظم للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق الاصاله والمعاصره، فليتقدم احد الساده النواب. مشكورا. سيد الوزير، نسائلكم على استراتيجية الحكومة بخصوص النقل غير المنظم. شكرا. سيد الوزير جوابكم. شكرا سيد الرئيس. استراتيجية السلامة الطرقية في النقل الغير المنظم، الوزارة اعتمدت مشروع اللي هو مشروع ديال دفتر تحملات لفتح القطاع على جميع المهنيين الذين يريدون أن يستثمروا في النقل المزدوج اللي يتحدث عنه بأنه نقل غير منظم. اليوم عندنا هذه الأرضية وعندنا الأرضية الأخرى اللي هي دراسة موضوعية، لأن على خلاف ما كان في السابق وفي عهد الحكومات السابقة، اليوم درنا دراسة ميدانية ل 72 إقليم، عندنا اليوم 57 موجودة الآن، وهذه الدراسات ديال القرب هي اللي غتحددنا مع
السلطات الإقليمية ومع السلطات المختصة ديال الوزارة تحددنا شنو هي الخصاص الحقيقي اللي عندنا في النقل غير المنظم وفي النقل المزدوج، على أساس أننا نفعلوا العملية ديال إعطاء تراخيص جديدة ولا إعادة النظر في التراخيص المتوفرة. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد نائب. سيد الوزير، بالنسبة لغير منظم يشمل كل من نقل البضائع والنقل السري والنقل المزدوج كذلك حتى النقل الحضري. نعطي مثلا، لقد عرفت مدينة تطوان قدوم شركة جديدة مكلفة بالنقل الحضري بواسطة تدبير مفوض منذ سنة 2013، وذلك من أجل رفع من الجودة، ولكن ما وقع هو العكس سيد الوزير. والغريب في الأمر هو قيام الشركة خلال الشهر نوفمبر 2017 بوضع حواجز بالأبواب الأمامية والخلفية، حيث شكل هذا الإجراء المعتمد إقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك النساء الحوامل والنساء اللواتي لهن الناقلات أطفال وكذلك المسنين الذين لا يقدرون على دفع هذه الحواجز. وهذا الأمر مخالف لبنود الدستور المغربي، مع العلم أن دستور تحالف المونات ينص على استعمال الحافلة الجديدة بالأرضية منخفضة لتسهيل الولوج والهبوط لأشخاص ذوي احتياجات خاصة التي يجب تمتيعها بمجانية النقل الحضاري. بالنسبة للنقل المزدوج يتمثل في فك العزلة مع العالم القروي، لكن عشوائية تسيير هذا القطاع في عدة له عدة من الخروقات كتعمد النقل الأضعاف من الركاب المسموح بها القانون أمام المرء ومسمع المسؤولين وكذلك السرعة المفرطة وغيرها من الخروقات. أما بالنسبة للنقل السري أو النقل العشوائي أو النقل غير مرخص. شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيب؟ فريق تجمع الدستوري. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، إنما أقدمت عليه شركة فيتاليس مؤخرا بتطوان وعملة المادية قصيدة يعتبر ردة حقيقية في مجال حقوق ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة بالنسبة للنساء الحوامل وبالنسبة للشيوخ وكذلك بالنسبة للأشخاص البودن. فبالنسبة للحافلات التي جعلت من أبوابها زنازل حديدية مغلقة، الأمر الذي جعل المجتمع المدني والحقوقي يخوض نضالات في الموضوع وقد يقدم على تقديم دعوة بالنسبة للمتضررين أمام المحاكم. إذ أثير هذا الموضوع السيد الوزير، أرجو أن تتحرك الحكومة لفرض سلطة القانون لجعل وسائل النقل وليجة بالنسبة لذوي الإعاقة حتى نكون أكثر التصاقا بالمبادئ الدستور المبنية على عدم التمييز وتكافؤ الفرص. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائبة. هل هناك من تعقيب إضافي آخر سيد الوزير؟ شكرا سيد الرئيس. بالعودة إلى الموضوع اللي تهم الوزارة ديال النقل المزدوج، حنا منفتحين قلت في إطار هذه الدراسة ديال القرب على أننا نيسروا كل ما هو استثمار في المجال القروي على أساس أننا نرفعوا من عدد الخطوط ومن عدد التراخيص اللي هي مرتبطة بالجماعات القروية اللي فيها إشكالات، لأن النقل المزدوج الدور ديال الرئيس هو العمل على تنمية المناطق اللي هي جبلية وأيضا المناطق الأخرى وأيضا رفع من المستوى ديال التنمية السوسيو-اقتصادية. أتضامن كل التضامن في الملف المتعلق بتطوان، لأن هذه شركة خاصة واللي بالفعل قامت بواحد الإجراء اللي من المفروض على أنه شركة خاصة ما تمشيش ضد ما هو مرتبط بالاستراتيجية الوطنية لا ديال المغرب فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن أيضا كل ما هو متفق عليه في التعهدات الدولية وفي المواثيق الدولية في هذا المجال التي يهم هذه الفئة من المواطنين، باعتبار أنه النقل الحضري ما تابعش لوزارة النقل ولكن مرتبط بوزارة الداخلية وبالجامعة اللي هي اللي تقوم بالتدبير دياله بالطريقة اللي كاينة في تطوان. احنا اليوم في إطار الحكومة والتضامن الحكومي سنقوم بما يلزم على أساس أن هذه الشركة الخاصة بالفعل توفر لهذه الفئة ديال ذوي الاحتياجات الخاصة الظروف المناسبة وتعتبرهم كمواطنين تهم مغاربة ولهم من الحقوق. شكرا السيد الوزير. سؤال ثالث متعلق بضعف خدمات النقل السككي للسيدة والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي، فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا لطرح السؤال. سيدة النائبة. سيد الرئيس، سيد الوزير المحترم، تعاني الخطوط السككية وخدماتها من عدة اختلالات، ما هي الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تحسين هذه الخدمات؟ شكرا
سيدة النائبة سيد الوزير جوابكم. شكرا سيدة النائبة محترمة، تعلمون على أنه بالفعل اليوم السكك الحديدية يقوم بواحد المجهود اللي هو مجهود كبير في إطار التنمية الاقتصادية والتنمية اللوجستية في البلاد، وكاين استثمارات اللي هي تتفوق 30 مليار درهم خلال 5 سنوات المقبلة، ومنها الخط الفائق السرعة، وكاين الخط اللي هو التثنية كما تعلمون ديال مراكش الدار البيضاء، والتثليث ديال القنيطرة الدار البيضاء، وهذا في البنية التحتية تيجعل المغرب مصنف في المرتبة الأولى على الصعيد الأفريقي. لكن كما تفضلتي كاين بعض الإشكالات اللي مرتبطة بالخدمات، واللي تنحاولوا من خلالها على أنه نرفعوا من مستوى الجودة ديال الأداء، وخاصة في الفترات اللي هي استثنائية اليوم ديال العطال وديال المواسم، الفترة الاكتضاض، وكاين الجودة ديال الخدمات المقدمة فيما يتعلق بالمواقيت والالتزام بها. هذا هو عمل اللي هو مواكب، وتنتمناو على أنه من نكملوا هذه الأوراش الكبرى المهيكلة غادي نستطيعوا أننا نتغلبوا على هذا المشكل ديال الاكتضاض، والمشكل أيضا ديال المجيء في الوقت بالنسبة للقطارات. شكرا. شكرا. تعقيب السيدة النائبة الفاخر الشراكي. شكرا سيد الوزير. فقط سيد الوزير، كشف تقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات على مجموعة من الاختلالات وعلى مجموعة من الأسباب التي تعتبر هي الأساس لتدهور خدمات هذه الخطوط السككية. كنوجدوا بأن المواطنين سيد الوزير يعانون يوميا من تأخر القطارات، من عدم هناك عدم احترام حتى للمواطن حينما لا يتم إخباره بكم سيتأخر، يعني التوقيت الذي سيتأخر فيه هذا القطار، حينما لا يعتذر لهذا المواطن. حنا كنعرفوا الآن بأن واحد النسبة كبيرة جدا أن وسيلتها الوحيدة للتنقل هي القطار، خصوصا الناس اللي كيمشوا من الرباط، يعني أن أشغالهم كثيرة إما في الدار البيضاء أو في القنيطرة، وأنك تفوت هاد الساعات كتفوت على هاد الناس واحد أموال طائلة، سواء على المقاولات أو على كذلك الناس مرتفقي هذا القطار. بالإضافة إلى ذلك سيد الوزير، كنوجدوا بأن ما يرصد للتجيبي هو يضاعف كثيرا ما يرصد يعني إصلاحات جميع المعدات وصيانة هاد القطارات. حنا كنسألكم كذلك سيد الوزير. شكرا. بالنسبة شكرا السيدة النائبة. هل هناك من تعقيب إضافي؟ سيد نائب من فريق العدالة والتنمية. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للسيد الرئيس. السيد الوزير، وقعنا خلال الصيف كجماعة تازة اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تحسين خدمات النقل السككي. نسألكم السيد الوزير عن مصير هذه الاتفاقية، ونطالبكم كذلك بتفعيلها، خصوصا وأن مدينة تازة من المدن القلائل التي لم تحظى بهذه السياسة الاستراتيجية ديالكم ديال تحسين الخدمات، وخصوصا إحداث محطات ديال السكك الحديدية من الجيل الجديد. وشكرا للسيد الوزير. شكرا السيد النائب. هل هناك تعقيب إضافي آخر السيد الوزير؟ السيد النائب، أنا لا يمكن أن أدافع على أمور اللي في الواقع كاين، أمور اللي تكلمت عليها وتفضلتي بها حقيقة جزء باش، ولكن ماشي معاناة يومية، هي معاناة في أوقات للحد الآن المكتب رغم ما يقوم به في إطار التدبير ديالو، خاصة في المواسم وفي العطل وفي الويكاندات وفي غيره اللي تيوقع لنا إشكالات. أنا متفق معك، نحن نعمل وتنتصور على أنه لما اتخذ المكتب القرار أنه ما يوقفش القطارات، ورغم البنية التحتية والأشغال اللي عنده، بحال إلا جيتي للوطروط ولا الطريق وبغيتي تصاوب بها لا بد تتوقف الحركة ولا تتعطلها، المكتب قرر باش ما يعطلش هذا الشيء وباش يبقى في الوتيرة ديالو. على هذا الشيء كاين هذه الإشكالات، نتمناو أن تازة ماشي مأخرين معها، لا تازة وقعنا معها وقلتي وقعنا معها في الصيف، فهي الخط دابا ديال فاس وديال وجده نشتغلوا عليه. راه درنا دي زاري اضافيين وتوقيف ديال الترانات في واحد المجموعه ديال المدن اللي جات في ذاك الخط، ومنها قرشي وجدنا فيها بعض. شكرا الوزير. شكرا. نمر للسؤال الرابع عن منظومه اللوجستيك ببلادنا للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. فليتفضل احد الساده النواب. مشكورا. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، لا يخفى على أحد المجهودات الملحوظة في إطار المخططات الجهوية لتنمية المناطق اللوجستية، لذلك نسألكم السيد الكاتب الوزير المحترم عن مستوى تحسين وتطوير منظومة اللوجستيك ببلادنا، وشكرا. شكرا سيد نائب سيد الوزير. شكرا سيد رئيس. شكرا سيد النائب المحترم. لا، هذه المنظومة وهي فيها استراتيجية ديال 2030 راه ماشي دقيقة، اللي كاين أهداف رئيسية، 5 ديال المحاور ديال الاستراتيجيه سيد النائب راه مطلع عليها، وركزنا على 3 ديال الاهداف اللي هي مرتبطه بتحقيق ناتج
من نرفعوا بخمسة النقاط في البيب، نقصوا 35% ديال الصيود وديال ما هو مرتبط بالانبعاثات الغازية، ونرفعوا أيضا من النسبة ديال القيمة المضافة. فإذا هذه الأمور احنا غادين فيها، كان تأخر من اتفاقية العقد البرنامج اللي درنا في 2010 مع المستثمرين ومع السجوام اللي وقع فيه تأخر في البداية وفي الانطلاق. اليوم هذا الشيء ديال الجهوية نحن في إطار الدراسة اللي مشينا فيها حاولنا يكون عندنا تصور، اليوم هذا التصور جاهز. بدينا بطنجة المتوسط، مشينا للدار البيضاء في إطار جناتة وميطا كما تعلم. اليوم راحنا الجهات الأخرى راحنا تنشوفوا الإمكانيات اللي هي مرتبطة بالإطار العام ديال الاشتغال مع الفاعلين المستثمرين، وتنفتشوا على العقار في هذه المدن اللي تيكون فيها تجميع ديال الأحواض، نسميوها أحواض ديال الإنتاج أو أحواض ديال الاستيراد وأحواض ديال اللي يمكن يكون في التصدير. فإذا هذه المحاور الرئيسية ديال الاستراتيجية في جهة الشرق، مكناس، فاس، الجهة ديال أكادير، الدار البيضاء كاينة وطنجة كاينة، والأمور هي خلال 2018 غادي نشوف فيها في هذا الاتجاه. شكرا سيد الرئيس. تعقيب السيد النائب. شكرا سيد الوزير. في الحقيقة ما يمكن لنا إلا نتمنوا هذه المجهودات من الدولة من طرف وزارتكم، وفي نفس السياق وفي إطار التذكير والتفاعل سيد الوزير يمكن لنا نأكد لكم بأن حقيقة كنعلموا بأن قطاع ديال النقل هو يعتبر ومعلوم لدى الجميع بأنه إحدى أهم الدعامات الأساسية اللي كتساهم بواحد الطريقة مباشرة في حركية المواطنين للبضائع، الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية على الصعيد الدولي والوطني. واليوم غنتكلموا غير على المستوى الوطني، فطبيعة الحال الوزارة ديالكم اليوم مطالبة من أجل بذل مزيد من هذه المجهودات ومجهودات كبيرة لإصلاح أولا هذه الترسانة القانونية المنظمة لهذه المناطق، وتأهيل العنصر البشري مهنيا واجتماعيا، وتأهيل مختلف خدمات النقل عبر الطرق، وإعادة النظر في المساطر الإدارية المتعلقة بها، إضافة لإصلاح قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، وخاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية. شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير في بعض ثواني. سيد رئيس، الترسانة القانونية نشتغل عليها باتفاق مع الفيدرالية، والمسألة اللي مرتبطة بالموارد البشرية هي عنصر من العناصر الخمسة ديال الاستراتيجية مع نوع من المراكز. شكرا سيد الوزير. ونمر إلى السؤال الخامس حول تأهيل النقل السككي للسيدة والسادة النواب المحترمين من الفخ الاستقلالي الوحدة والتعادلية. فليتفضل أحد السادة النواب. مشكورا. سيد الرئيس، سيد الوزير، يعاني النقل السككي من مشاكل تحول ذو قيمه بالدور المنوط به على الوجه المطلوب، فما هي التدابير المتخذه لتاهيله؟ شكرا سيد النائب. جوابكم سيد الوزير. نعم، شكرا سيد الرئيس. عطفا على ما قلته بالنسبه للموضوع الفريق الاشتراكي طرح فيه، كاين بنيه تحتيه اللي فيها ملايير ديال الاستثمارات خلال العقد الاخير، وخاصة في الفترة الأخيرة ديال عقد البرنامج. اليوم نحن عندنا تصور شامل على المستقبل ديال التعاطي مع البنية التحتية ومع تجويد الخدمات في القطاع السككي من خلال العقد البرنامج الذي نعده الآن، اللي غيكون عقد برنامج مستقبلي ديال 5 سنوات مع المكتب الوطني، واللي من خلاله بالفعل برزنا واحد المجموعة ديال القواعد مركزية ديال التعاطي والتعامل مع انتشار السكك الحديدية في المغرب، وأيضا في إطار تطوير الخدمات على أساس أنه السكك الحديدية بالفعل ينتقل من موضوع ديال نقل المسافرين ونقل البضائع إلى موضوع ديال التنمية الجهوية، ويكون قطب من الأقطاب في إطار التعامل مع الوسائل النقل الأخرى، سواء كان النقل البحري ولا النقل الجوي ولا حتى النقل للبضائع عبر الطرق، باش نوضعوا منظومة إيكو سيستم متكامل للنقل السككي للبضائع في المغرب. شكرا. تعقيب للسيد النائب المحترم. سيد الوزير، المشكل المطروح هو أن العديد من المناطق الحدودية والنائية، وأخص بالذكر إقليم طاطا، لا زالت ساكنته غير مستفيدة، ونحن في القرن 21 من خدمات النقل السككي، بل الأخطر من ذلك حتى الربط بالحافلات التابعة لقطاعكم غير متوفرة، بالرغم من الإقبال المتزايد عليها من طرف ساكنة. من المفروض أن تحظى هي الأخرى بالحق في النقل السككي وغيره. سيد الوزير، لقد آن الأوان لتفعيل الوعود التي تم تقديمها في هذا الشأن مع السلطات والمنتخبين بجهة سوس مساء، الرامية إلى حل مشكل النقل بهذه الجهة. لا زالت
بهذه الجهة التي لا زالت ساكنتها محرومة وتعاني من صمت وزارتكم عن ملف المطلب دام سنوات وتعاقب عليه العديد من الوزراء دون أن يجد له حل متكامل ونهائي لحد الآن. لذا السيد الوزير مطالب وعلى وجه الاستعجال الالتفات لساكنة المناطق النائية وتمكينها من وسائل نقل محترمة ومقبولة. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب. هل هناك متعقب إضافي؟ سيد الرئيس. سيد نائب من الفارق. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير وتمينوا مجهوداتكم في هذا القطاع. ونؤكد أنه فعلا بالنسبة للمناطق الجنوبية بدءا بجزء من جهات مراكش تنسفت وانتهاءا بجهات الدخلة يعني خمسة ديال الجهات لا زالت تنتظر الربط بالنقل السككي. إذا كانوا الإخوان كيتكلموا على ضعف الخدمات وتأهيل ديال الخدمات فإننا احنا في هذه الجهات نتكلم عن عدم هذه الخدمة العمومية اللي هي النقل السككي من مراكش إلى الجنوب. شكرا. شكرا السيد نائب. هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد نائب الفريق الاستقلالي الوحدة التعادلية. تفضل السيد نائب. سيد رئيس السيد الوزير اللي كنا كنهضروا على كما قال الاخ بانه المناطق من الضعف ديال السكك الحديديه احنا في المناطق الجنوبيه الشرقيه عندنا السكك الحديديه وصل حتى المعرفه والمعرفه بقات للرشيده بقى لا والو الارض مبسطه. لهذا الدراسه ملي كان السيد الوزير السابق وزاره الجيش كان وعدنا بانه الدراسه راه كتدار كنشوفوا كنطلبوا منكم باش هذه الدراسات والنقل من المعرفه الوجده صناع الاقل يستافدوا منه المواطنين ماشي غير التجاره. ولهذا كنطلبوا بانه التوسيع ديال السكك الحديديه جنوب الشرق. وشكرا. شكرا سيد نائب. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ تفضل السيد الوزير. نعم شكرا سيد الرئيس. انا اتفهم بالفعل طلبات ديال الاخوان سواء كانوا بوعرفه ولا في طاطا وهذا امر مشروع. اليوم المكتب الوطني عنده استراتيجيه اللي هي مرتبطه اساسا بالنقل السككي ولكن كاين ايضا استراتيجيه مندمجه مع وسائل النقل الاخرى. اطار العمل الحكومي الحكومه تعمل بالفعل على توفير ما يلزم من وسائل ديال النقل سواء كانت بحري ولا سككي ولا طرقي ولا ايضا الجوي للمختلف الجهات ديال الوطن. اليوم المخطط المديري اللي تنتحدثوا عليه اليوم مرتبط بالعقد البرنامج المستقبلي مع الوصيف مع المكتب من المفروض واقول من المفروض على انه يكون فيه اجابات على بعض الطلبات اللي جاتنا من الاقاليم ومنها الاقاليم الجنوبيه اللي هي ابتداء من مراكش الى اكادير. الامور راه غاديه في اطار الدراسه على اساس انه يتم الانجاز ديالها بطريقه اللي تكون ايجابيه على اساس انه بالفعل نوسعوا. تتعرفوا على انه جزء اليوم من القطار الفائق السرعه اللي غيتوسع على اساس انه يوفر الاقاليم اللي هي ايضا جايه في هذا لاكس ديال الجنوب ما يمكن ان نقوم به اليوم في اطار النقل السككي واننا نوفروا هذا ما يعرف بالاستكمال ديال النقل السككي من خلال الحافلات ديال السوبراتور. حنا شكرا. شكرا السيد الوزير. نمر الى السؤال السادس حول دعم الدوله لتغيير اسطول الشاحنات وسيارات الاجره لسيده الساده النواب المحترمين فريق العداله والتنميه فليتفضل احد الساده النواب مشكورا. تفضل السيد. شكرا السيد الرئيس. تقوم الدولة بمجهود كبير في مجال تجديد وتحديث أسطول النقل العمومي ونقل البضائع من شاحنات وسيارة الأجرة وغيرها. عني الحصيلة المحققة والآفاق المرتقبة نسائلكم السيد الوزير المحترم. شكرا السيد النائب. السيد الوزير جوابكم. نعم شكرا السيد الرئيس. في اطار دعم الاستراتيجيه الوطنيه ديال النقل اللي كانت مرتبطه بعديد من المجالات ومنها لما جاء التحرير ديال القطاع ديال النقل البضائع كان ضروري على انه الحكومات السابقه تواكب هذه العمليه ديال التحرير من خلال دعم المستثمرين وخاصه المستثمرين اللي عندهم واحد الشاحنه ولا جوج واللي بالفعل جاء البرنامج ديال 2006 واللي بدا التطبيق ديالو في 2008 واللي زدنا كملناه في 2014 من خلال ليس فقط المنحه ديال التجديد ولكن منحه ايضا ديال التكسير على اساس اننا نستجبوا لمتطلبات التنميه الاقتصاديه ولكن ايضا نستجبوا لما كل ما هو مرتبط بالمناخ وبالطاقه المتجدده وغيرها. اليوم البرنامج اللي عندنا خلال هذه السنوات وفرنا فيه واحد دعمنا بين قوسين وفرنا 370 مليون درهم اللي مشات للتجديد ومن خلال
التجديد ولا التكسير ديال واحد 2500 عربة. واليوم القانون المالية ديال 2018 الإخوان ديالكم المستشارين غيجيبوا لكم غدا إن شاء الله واحد التعديل جديد اللي ما دارش مجلس النواب واللي منفروض استجابة للمطلب سيد النائب والآخرين والمهنيين واللي غنعملوا فيه منحة استمرارية خلال 3 سنوات ديال التجديد وديال التكسير ديال نقل المسافرين وديال نقل البضائع وزدنا عليه النقل ديال الجر والإغاثة وزدنا عليه ديال تعليم السياقة. هادو 4 ديال الفئات اللي غيجيو في التعديل اللي جايكم إن شاء الله من مجلس المستشارين غدا. شكرا شكرا سيد الوزير. سيد النائب تعقيب. شكرا سيد الرئيس. أولا سيد الوزير حنا كنتمنوا هذا البرنامج لأنه برنامج عنده أهداف مهمة كتهم تجويد خدمة ديال النقل، كيهم تجويد يعني كذلك شروط السلامة، كيهم كذلك توفير خدمة جيدة للمواطنين. وأكيد أن هاد السؤال ديالنا حنا هم ماشي فقط السؤال المتعلق بالنقل ديال البضائع، حتى النقل كذلك ديال المواطنين واللي بما فيه السيارات ديال الأجرة. وبطبيعة الحال هذيك المنحة اللي دارت لأنه في البدايات الأولى بطبيعة الحال كان هناك خلاف في القيمة، لأنه النوع ديال هاد الدعم هو نوع من كأن الحكومة كتشتري هذيك الآلية القديمة من المهني، ولكن في نفس الوقت راه كتكلفوا أعباء إضافية لأنه من بعد غيبقى يخلص طريطات ديال هذيك الشاحنة، رغم أنه غادي يتوفر من عدد من السلبيات متعلقة بالوقود متعلقة بإصلاح الصيانة والإصلاح. وفيما يتعلق بالموضوع ديال التاكسيات كاين هناك مشكل حقيقي السيد الوزير، وأنه وقع فعلا إصلاح في القطاع ديال النقل في قطاع الجيز، ولكن تأخر وما عرفناش علاش مازال متأخر الإصلاح ديال قطاع الكريمات. قطاع الكريمات قطاع حيوي كيخص الحكومة اليوم خصها تبادر إلى إصلاح هذا القطاع وتحاول اليوم توفر كيف ما هي كتحاول اليوم تعطي كريمات، خص القطاع الجانب الاجتماعي يبقى لان كاينين مهنيين ما كيستافدوش. كاين اليوم فيما يتعلق بالشرط ديال الدعم بالنسبه للطاكسيات كاين الشرط ديال العقد النموذجي، مع الاسف واحد العدد اليوم ما عندوش العقد النموذجي. كاين كذلك مشكل الكريمات اللي الاصحاب ديالها. شكرا سيد النائب. هل هناك من تعقيب اضافي؟ ليس هناك. سيد الوزير تفضل. هو السيد النائب مشى في الاتجاه ديال اقتراح بعض التعديلات على المحتويات اللي هي مرتبطه بهذا الاصلاح ديال المنظومه. احنا ما عندناش اشكال، المبالغ حنا تنجيبوها لكم للبرلمان وتنقول لكم هادشي اللي عندنا نقدروا نعطيوه، نعطيو 150 مليون درهم من خلال السيجما اللي عندنا ديال النقل. شتو نتوما على انه هذا المبلغ راه هذا نتوما التشريع، حنا دابا غير باش نكونوا واضحين راه نتوما اللي تتشرعوا. حنا تلتزموا بداك الشيء اللي تتخرجوا لنا. المساله الثانيه ديال الطاكسيات انتم عارفين قطاع تابع للداخلي ما ندخلش في التفاصيل ديالو. المجال الاخر ديال الكريمات راه حنا وقفنا الكريمات في 2013، ما كاين حتى شي كريمه في قطاع ديال النقل العمومي ابدا. حنا اليوم من خلالكم من خلال المجلس النواب عاود تنعطيو النداء للمهنيين، لانه كنا غنوقعوا معهم عقد البرنامج باش نفكوا هذا الاشكال ديال الكريمات بصفه نهائيه. شكرا السيد الوزير. ونمر الى السؤال السابع، سؤال اني حول ما اتفاقية الشراكة الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالنقل ومهني قطاع السياقة للسيدة والسادة النواب محترمين من الفرق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. فلتفضل السيدة النائبة مشكورة. تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسائلكم عن مآل عقد البرنامج الموقع مع المهنيين من طرف الوزارة ديالكم مع المهنيين، ومآل كذلك الحوار الاجتماعي مع أولاء المهنيين. وشكرا. ما يخص أرباب مدارس تعليم السياقة. شكرا. شكرا سيد النائبة. سيد الوزير جوابكم. الرئيس سيد النائبة، القطاع ديال تعليم السياقة لم ينقطع معه أبدا الحوار، والحوار كان مستمر منذ المجيء ديالنا لهذه الوزارة في المرحلة السابقة. درنا معهم عقد برنامج في 2014 يوليوز، توقع فيه 14 إجراء، 4 ديال المحاور. تأخرنا في البداية ديال التطبيق ديال جزء من هذه المحاور وجزء من هذه الإجراءات لاعتبارات اللي هي موضوعية مرتبطة بطلبات العروض ديال عدد من لي مارشي اللي مرتبطين بالبيداغوجية ديال التعليم ديال السياقة إلى آخره. اليوم تم الإعلان خلال هذا الشهر على أننا كاين منظومة ديال التطبيق تقريبا ديال 90% ديال عقد البرنامج اللي درنا معاهم، واللي في واحد مجموعة ديال الإجراءات، والحوار هو مستمر في
في يوليوز جلسنا مع الهيئات تقريبا كلها اللي تنعرف انا واللي تستعرف الوزاره ديالي استدعيناهم ودرنا معهم حوار. واليوم كاين اشكالات تتبعوها الساده النواب المحترمين السيد النائب المحترمات، لاننا اتخذنا بعض الاجراءات اللي هي بين قوسين غتكون داعمه باش الرخصه ديال السياقه في المغرب تولي رخصه بالفعل في المستوى ديال التطلعات ديالنا في المجال ديال السلامه الطرقيه، انها ما تكونش واحد البطاقه فقط اللي تيجيبها الانسان ويديها في 15 يوم ويديرها في جيبه ويمشي في الحوادث نلقاو 3500 3600 قتيل. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب. صحيح سيد الوزير، ثم كتقولوا بان الحوار مازال مستمر، في حين ان المهنيين سيد الوزير كيتاسفوا ان الحوار معهم يعني خصوصا انقطع من 2016 للاسف، كما كيطالبوا بضروري ان القرارات الانفراديه ديالكم كما على لسان هؤلاء المهنيين، كيطالبوا بضروري بالمقاربه التشاركيه سيد الوزير، وضروري الوزاره ديالكم انها تنبه لهاد الاحتجاجات اللي في الشارع، الاحتقانات اللي في وسط المهنيين، ضروري تاخذوها بعين الاعتبار. وكذلك هذا العقد البرنامج اللي وقعته معكم سيد الوزير، ثمان هيئات بقات واحد الهيئه فقط هي اللي مطابقه مع الوزاره ديالكم، هذا خصكم اعاده نظر في هذه النقطه. سيد الوزير كتقولوا ان هي القطاع صحيح كتهتم به الوزاره، ولكن للاسف كنت وقعتوا العقد من 2014 على اساس انه يتم التنزيل ديالو تدريجيا سنه 2016، وحنا في نهايه ديال 2017 ولم تنزلوا الا بوندين جوج البنود فقط. للاسف ما كانش تاهيل توفير حتى عقد التكوين، ما وفرتوش النموذج ديال عقد التكوين. شكرا سيده النائبه. نمر الى التعقيبات الاضافيه، هل هناك تعقيب اضافي سيد الوزير؟ لا شكرا سيد الرئيس. غير ناكد للسيده النائبه ان الكلام اللي تيقولوا المهنيين تيجب فيه دابا المهنيين، المهنيين راهما مهنيين وعندهم مطالب، انا جاوبتك على داكشي اللي تنديروا واللي من دينا تنطبقوها. سيد السيد الوزير نامو. شكرا السيد الوزير. سؤال ثاني وهو سؤال آني عن النقل السريع لسيدة السادة النواب المحترمين على المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. السلام عليكم سيد الرئيس سيد الوزير. السؤال ديالنا اليوم كيتعلق بالنقل السري اللي انا ما كنسميهش بالنقل السري، نقدر نسميه بالنقل الشعبي او العتاقة كما كيقولوا لهم في بلادنا. والحل دابا اللي كاين هو انه وقت ما يحصلوا هاد الناس هذو كيدخلوا للفوريان 15 يوم ويعاودوا نطلقوهم، بغيتكم السيد الوزير نعرف شنو هما الحلول اللي ممكن تقدموها لهاد الناس هذو. شكرا. شكرا السيد النائب. جاوبكم السيد الوزير. السيد الرئيس، لا الحلول السيد النائب المحترم احنا بالنسبه لنا واضحه، يخرجوا من السريه يجيو للوضوح، دفتر تحملات فيه التزامات من طرفهم والتزامات من طرفنا، يوفروا لنا الالتزامات، يقدموا الملف الاقليمي، يجيبوه لنا وطني، وحنا مستعدين نعطيو المغرب كل الرخص ديال الاستثناء، ما كاين حتى شي حاجه، هذا بكل وضوح. وللاسف الواحد ملي تتخرجوا من السريه وتديه للشفافيه تيبدا داكشي يولي شفاف في بعض المصارف الاداريه، كاين واحد النوع ديال التلكك. فاحنا مستعدين اللي طبق العقد اللي طبق الدفتر ديال التحملات نعطيو الرخص لجميع الاقاليم، قلنا عندنا الدراسات دابا ديال القرب كلها جاهزه، والاخوان في الاقاليم السلطات ديالنا ديال على صعيد العمال راه حنا مستعدين باش نوفيو بكل ما هو طلبات ديال الاخوان في المدن وفي الاقاليم. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب. الحرص ديالكم لمعالجه هذا الملفات ديال هاد الناس هادو اللي هما كثار في الحقيقه، واللي له اللي هو راه شر لابد منه. خصنا نعرفوا هاد الناس هادو راه كاينين وغادي يبقاو، لان كاينين شي مناطق اللي نائيه، ونعطيكم مثلا اقليم صويره كاينين جماعات اللي كتبعد مثلا على مستشفى 80 90 300 كيلومتر، دري صغير كيعدو يعقرب باش يتسنى لومبيلونس خصو 4 ساعات 5 ساعات، كيضطر انه يمشي لعند جارو عنده طوموبيل عاديه وهادي كيوصلوا لكودروم. في الحاله انه يجيب طاكسي راه ما يمكنش، كاينه مسالك وعره، كاينه الجبال وما كاينش القناطر، ما كاينه حتى شي حاجه. وكاين واحد اللي عنده مثلا في السوق تيجي عنده، هادشي راه تنعيشو السيد الوزير، تيجي للسوق عنده مثلا جوج بالات ولا ثلاثه ديال التبن، عنده خنشه ديال النخال، واش غادي يديرها في الطاكسي؟ اللي كنتمنى السيد الوزير انه تكون شي حلول اللي هي ناجعه، واللي انا في الحقيقه عييت من نفكر وعييت من نسول وباقي ما وكنتمناكم انكم تعاونوا معنا في هذه. وشكرا. شكرا السيد النائب. هناك تعقيب اضافي السيد الوزير؟ تعقيب اضافي
السيدة النائبة فاخر الشهافي. غير أنا بغيت غير نعرف واش الوزارة مسؤولة على هاد القطاع السري، هاد النقل السري، ولا ما مسؤولاش؟ هاد النقل السري ولا تضاعف بواحد الشكل فظيع، ولا ضرورة بالنسبة للمواطن، لأنه النقل العمومي تخلات عليه الدولة في الرباط، ما كاينش نقل عمومي الطوبيسات، يندل جبيل الطوبيسات اللي كيدوروا في العاصمة أنهم يسيئون لصورة الرباط كعاصمة. المواطنين كيلجؤوا لأن عندهم ضرورة وما عندهمش خيار آخر. إذن كاين واقع ديال العشوائية، واقع ديال التسيب خارج الضوابط القانونية، السلامة ديال الجسدية ديال المواطن مهددة. شنو واش اعتبرتوه بديل؟ قولوها. السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ جوابكم السيد الوزير، تفضل. سيد الرئيس، لا غير دابا باش نكونوا واضحين، هو ضرورة ضرورة، ثم قلتي بأنه ضرورة. احنا اليوم قلنا غادي ننظموه على أساس أننا نوجد له الآليات باش أنه بالفعل ذاك الضرورة اللي ضرورة في إطار ما هو مقنن وفي إطار التدابير اللي هي متخذة. وإحنا اليوم مستعدين في إطار التعاون تنقول لك تنعطيه وصولات اللي هي مؤقتة، غير جيو تفضلوا ديروا الطلبات ديالكم ما غنوقفوكمش، جيو الملفات تنعطيكم واحد الوصل مؤقت نقول لكم سيروا تخدموا باش تعطيوها للجدرمية وتعطيوها للتريك وتكونوا مكوفير على أساس جيو كملوا الملفات ديالكم واجيو نديروا معكم الضبط. أما باش نقولوا النقل العمومي تخلت عليه الدولة ولا الحكومة، سمحي لي هذا قطاع اللي فيه توجه استراتيجي ديال البلاد، سواء كان النقل على صعيد المسافرين ولا النقل ديال التحرير ديال البضائع اللي كان قرار سيادي وطني اللي اتخذناه في 2003 مشينا وفيه عطانا نتائج ايجابيه، لانه انتقلنا من عدد ديال 30000 كاميو وصلنا اليوم لاكثر من 80000، بمعنى 80000 مستثمر، كل واحد عنده 1.5 ديال الكاميوات، بمعنى راه عندنا شي شحال ديال العمال خدامين. هذا توجه استراتيجي مشينا فيه، الدوله تقوم بما هو يلزم من دعم فيما يتعلق بتجديد الحاضره، وهذا حنا تنقوموا. ولكن اليوم النقل العمومي راه الجزء منه الكبير، وخاصه في اطار هاد الاغريمات حنا بغينا نديرو فلسفه جديده ديال الكريمات على اساس انه يولي دي زابيل دوفر، طلب اعلانات الشفافيه والوضوح في المسالك وفي الطرق اللي بغينا نديرو، على اساس انه بالفعل نيسروا هذا العمل باش المغاربه كلهم يحصلوا على هذه الخدمه اللي يمكن نقولوا راه لا زالت في بعض الاماكن عموميه، ولكن خدمه النقل اليوم راه ولات عندها خدمه اللي هي تنمويه واللي هي اقتصاديه ولا هي سوس اقتصاديه، وبها باش غننميو المناطق وايضا بعض المجالات اللي هي مجالات بعيده كالجبال وغيرها. وبذلك نكون قد انهينا مجموع الاسئله الخاصه بقطاع النقل. نشكركم السيد الوزير على مساهمتكم.